محمد حسن الحوسني خريج جامعة أبو ظبي في عام 2015 متخصص في مجال السلامة والصحة البيئية. حاليا أعمل في موانئ أبو ظبي، أشغل حاليا منصب مدير إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال. طبعا طبيعة عملي تتطلب مني تخصص في نفس المجال هذا بالإضافة إلى تخصص والتركيز على إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال. التخصص هذا فعلا في جامعة أبو ظبي فادني بشكل كبير أني أنا أصقل مهاراتي في مجال عملي وأطور الأشياء أو الوثائق المطلوبة. من أجمل الأشياء المحفوظة في ذاكرتي بأمانة هي روح فريق العمل الواحد خلال عملنا في مشاريعنا الطلابية وعمل المختبرات ضمن دراسات بيولوجية وكيميائية من خلال المختبرات اللي كنا نحضرها في الجامعة، وهي فعليا ما أكسبتنا صفات مهمة منها الاعتماد على النفس والتعاون والتنسيق. كانت هذه أجمل اللحظات الممتعة. نصيحتي للطلبة في جامعة أبو ظبي أولا بذل الجهد والمثابرة وإلغاء كلمة المستحيل في قاموسكم، وطبعا فالكم التفوق والتميز، ونشوفكم يا رب من رواد المستقبل في دولتنا الحبيبة.